مساء الخير. في بنات كتير مش عارفة تتجوز بسبب إن الواحدة منهم هي الصغيرة وأهلها راسهم وألف سيف، لازم يفرحوا بأختها الكبيرة الأول، يا إما مفيش جواز. هي دي عاداتنا وتقاليدنا. الناس تقول علينا إيه؟ إذا كان في حد ابن حلال عايزك وشريكي يبقى لازم يستنى لما نطمن على أختك الكبيرة الأول، يا إما يتجدعن ويشوف لها عريس عشان جوازة تكمل. الكلام ده شفناه كتير في أفلام ومسلسلات، ده غير اللي بيحصل بالفعل على أرض الواقع. لكن اللي حصل في حكاية رضوى بطل القصة حقيقية النهاردة كان أغرب من كده بكتير. لما جه حد بتحبه وبيحبها عشان يخطبها، اتفاجئت مامتها بتقول لها استني اما اشوف الأول موضوع جوازي أنا. تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف رضوى بعتت تقول لنا إيه. اسمي رضوى وعندي 25 سنة. أبويا وأمي منفصلين من زمان، من قبل حتى ما اتولد. فتحت عينيا على الدنيا لقيتهم سايبين بعض من وقت ما ماما كانت حامل فيا. كان في بينهم مشاكل كتيرة قوي ما عرفوش يحلوها فسابوا بعض، وعشت واتربيت مع أمي في بيت أهلها على إيد جدي أبو أمي ونينا اللي كانوا أحن عليا من الدنيا بحالها. وبصراحة العيشة معهم كانت جميلة وكنت مرتاحة، مش ممكن أنكر خيرهم عليا في الوقت اللي ما كنتش عارفة أي حاجة عن أبويا خالص، ولا هو كمان كان يعرف عني حاجة. اتربيت وتعلمت عندهم أحسن تربية وأحسن علام، بس جدي توفى وسابني وأنا في نص الطريق. كنت ساعتها لسه بنت صغيرة في إعدادي، وكان الله يرحمه كل حاجة بالنسبة لي. حسيت وقتها إن حياتي مش هتمشي زي ما كانت، وكنت متأكدة إن في حاجة لازم هتحصل. إيه هي؟ مش عارفة. ماما طول الوقت، طول ما هو عايش وبيربيني، كانت كويسة جدا معايا، ما كانتش مخلياني ناقصني حاجة. وبعد ما توفى كانت هي الأم والجد مع بعض، وفضلت عايشة في حضنها هي والنينة. وكل ما كان يتقدم لها حد ويطلبها للجواز كانت بترفض، وكانت بتقول لكل اللي حواليها البنت بدأت تكبر وبقت عروسة، ازاي اخليها تعيش مع راجل غريب. وفضلت أمي على الحال ده لحد ما كبرت أكتر ودخلت كلية تجارة. لحد هنا مفيش كلام ممكن يتقال على مامتك يا رضوى غير إنها ست فاضلة، قامت بدورها على أكمل وجه زي ما بيقولوا. ست ضحت، رفضت إن هي تتجوز، ومخصوص عشان إيه؟ عشان تفضل جنبك وما تحطكيش في أي موقف صعب ممكن يحصل مع راجل غريب. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نكمل. وأنا في سنة أولى اتعرفت على زميل ليا في الكلية، كان أكبر مني ب3 سنين، وارتبطنا ببعض فترة لحد ما اتأكدنا من مشاعرنا. الكلام ده كان سنة 2015، وقرر ساعتها إن هو يتقدم لي عشان نتخطب بشكل رسمي وكل الدنيا تعرف علاقتنا في النور. بس لما طلب مني أفتح ماما إنه عايز يتقدم لي، واجهت ساعتها صدمة عمري اللي ما كنتش متخيلة إني ممكن أمر بيها. واكتشفت وقتها إن أمي جاي لها واحد متقدم ليها عشان يتجوزها. ولما رحت عشان أتكلم معاها في الموضوع، موضوع خطوبتي، قالت لي بالحرف الواحد استني أما أكمل جوازي أنا الأول، وبعد كده نبقى نشوف موضوع خطوبتك. طب أنا هنا محتاجة أقف دقيقة وأسأل سؤال. طالما مامتك يا رضوى كانت بترفض أي حد يتقدم لها عشان خاطر تربيكي وتخلي بالها منك، إيه اللي غير موقفها بالشكل الغريب ده؟ طب يا ترى بقى الشخص اللي ظهر في حياتها فجأة ده كان فعلا حد كويس؟ يستاهل إن تغير موقفها عشانه؟ تعالوا نكمل ونشوف. بمجرد ما أمي قالت إنها هتتجوز حصلت مشاكل كتيرة جدا، لأنه أهل أمي نفسهم ما كانوش موافقين على الجوازة دي. بعد ما اتأكدوا إن الراجل اللي هي عايزة تتجوزه شخص مش كويس خالص، ومعروف عنه إنه نصاب وسمعته مش كويسة. وظهر ساعتها والدي واتدخل لأول مرة في حياتي وقال لي لو أمك اتجوزت الراجل ده أنا هاخدك تعيشي معايا، مش ممكن أقبل أبداً تروحي تعيشي مع راجل غريب ومش كويس. وكملت صدمة عمري لما خيروها بيني وبينه، واختارت أمي إنها تتجوزه وتسيبني، وفعلاً قطعت علاقتها بيا. كانت أول مرة احس ان ظهري اتكسر وسندي راح، ما بقاش ليا حد بعد ما امي بعتني بكل سهوله، بعد عشره وتربيه لمده 19 سنه. اتقهرت قوي يا سالي، وحسيت اني رجعت طفله تاهت من ايد امها مش لاقيه حد يرجعها البيت، وفضلت فتره مكسوره مش مستوعبه لحد ما قلت لا، انا مفيش حاجه هتكسرني وهكمل وهنجح في دراستي مهما حصل. وفضلت عايشه مع نينا بعد ما امي اتجوزت الشخص ده، وكملت دراسه واتخطبت من زميلي اللي بيحبني. ولما والدي كلم امي عشان يقول لها على خطوبتي، جوزها رد عليه وقال له هي ما عندهاش بنات، بنتها خلاص ماتت. وفضلت حوالي سنه ونص مش بكلمها ولا هي بتكلمني، وبعد سنه ونص ما حصلش النصيب مع خطيبي وسبته. خلصت الجامعه بتاعتي وحاليا بشتغل وانا اللي بصرف على نفسي، ورجعت اكلمها تاني بعد ما سبت خطيبي، بس انا تعبانه قوي مش قادره ارجع زي الاول، مش قادره اصدق ازاي انا هونت عليها للدرجه دي وعملت فيا كل ده عشان راجل غريب، ويا ريته كان كويس ويستاهل. مع الوقت جابت امي من جوزها التاني بنت وولد عندهم 4 سنين و3 سنين، وانا لغايه دلوقتي لسه عايشه مع نينا، وهي اللي بتربيني وبتجهزني، لان كل الفلوس اللي كنت بحوشها عشان اتجوز بيها امي كانت كاتباها باسمي في دفتر توفير، كانت هي الوصيه عليا. لما جت تتجوز راحت حولت كل الفلوس دي باسمها، وجوزها نصب عليها واخدهم كلهم وصرفهم على نفسه. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه، بجد ربنا ينتقم منه. وحاليا بقيت عايشه بازمه نفسيه كبيره، وهي اني خلاص مش عارفه ارجع تاني اثق في اي حد، في اي مخلوق مهما كان هو مين، بعد اللي امي عملته فيا. حتى بعد ما رجعت اكلم امي بعد ما سبت خطيبي، قعدت اكلمها فتره وبعدين ما قدرتش استحمل وقطعتها تاني. المره دي انا اللي قطعتها مش هي، لما اتاكدت ان جوايا جرح كبير رافض اني اعتبرها امي تاني زي زمان، ده غير انها مبقيه جوزها وعيالها عليا، وانا مش مهم. انا كل ما بكبر ودماغي بتتفتح اكتر بكرههم قوي يا سالي، بكره امي، بكره ابويا، لان هم السبب في كل اذى نفسي سايب اثر جوايا، واي كلمه وحشه او كلمه اهانه بسمعها من اي مخلوق بعتبر ان هم المسؤولين عنها. بعد ما رموني وسابوني بدل ما يبقوا الظهر والسند، ما بقتش عارفه ارجع احب امي تاني، ولا عمري حبيت ابويا، ولا بقى عندي ثقه في حد، لدرجه اني ساعات كتير بفكر في الانتحار، بس برجع عن اللي في دماغي بسبب اني بخاف من ربنا. انا دلوقتي عايزه اعرف، هل انا كده غلطانه في حقهم؟ هل ممكن بعد كل اللي عملوه اتحاسب عليهم قدام ربنا؟ انا لغايه اخر وقت كنت بعامل ربنا فيهم مش بعاملهم هم، لان انا لو عاملتهم بمعاملتهم وحاسبتهم بجد كان زمانهم كرهوا اليوم اللي جابوني فيه، زي ما هم مكرهيني في اليوم اللي جابوني فيه. ونفسي اوجه رساله لكل ام وكل اب واقول لهم، لو انتوا مش قد المسؤوليه بلاش تتجوزوا يا جماعه، ما تتجوزوش وترجعوا تبهدلونا معاكم، لان والله ما حدش بيتبهدل غيرنا احنا. امنيه حياتي كانت اني اعيش حياه زي اي بنت في سني، الاقي بيت دافي، ام واب واخوات وحياه مستقره. قولوا لي اعمل ايه؟ لحد هنا وخلصت رساله رضوى، اللي باين قوي من كلامها ان الزمن وقف بيها من وقت ما مامتها قالت لها استني مفيش خطوبه غير لما اشوف موضوع جوازي، لما مامتها تتجوز الاول، ومن وقتها حياتها وقفت تماما. من وقت ما كان عمرها 19 سنه لحد ما بقى عندها النهارده 25 سنه وهي لسه واقفه في مكانها. طب رضوى دلوقتي المفروض تعمل ايه؟ بعد ما خلاص مش قادره تثق بحد، لا في ثقه ولا امان في اي حد بعد اللي شافته من مامتها وباباها. عدى 6 سنين مش قادره تتعافى من اللي حصل. طب يا ترى بقى هتحتاج كام سنه عشان تقدر تخرج من اللي هي فيه ده وتبقى خلاص تمارس حياتها بشكل طبيعي؟ غير ان رضوى دلوقتي عايشه مع جدتها مامتها مقاطعة مامتها تماما وباباها، طب هتتصرف ازاي لو جدتها لا قدر الله توفت، حتى زي ما جدها سابها وتوفى وهي في اعدادي صغيرة؟ هتعرف ساعتها تتحمل صدمة زي دي؟ هتكمل حياتها ازاي لو ده حصل؟ اسئلة كتير قوي في حكايتك يا رضوى، هنجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنونا. في يوم من الأيام من 6 سنين بالظبط، كان في بنت اسمها رضوى دخلت سنة أولى كلية تجارة، اتعرفت على زميل ليها في نفس الكلية بس كان أكبر منها ب3 سنين، وبعد فترة ارتباط فاجئها وقال لها كلمي والدتك وقولي لها إني عايزة أجي أتقدم لك، أنا خلاص اتأكدت من مشاعري ناحيتك وعايزة أخطبك. بس لما رضوى راحت تقول لمامتها على الخبر ده طايرة من الفرحة، اتفاجئت بوالدتها بتقول لها استني أما أكمل جوازنا الأول وبعد كده نبقى نشوف موضوع خطوبتك. مامة رضوى كانت منفصلة عن باباها قبل ما حتى رضوى تتولد، واتولدت لقيت نفسها في بيت أهل مامتها مع جدها وجدتها وأمها اللي رفضت كل عروض الجواز عشان تربي رضوى، في الوقت اللي باباها كان سايبها ما يعرفش عنها أي حاجة. بس فجأة مامتها وقعت في حب راجل سمعته مش حلوة، معروف عنه إن هو نصاب حسب حكاية رضوى، عرف يخدع مامتها وياخد منها فلوسها، خلاها كمان تقطع علاقتها برضوى بكل سهولة، واتجوز مامة رضوى وخلف منها ولد وبنت. ومن وقتها رضوى عايشة مع جدتها أم مامتها، فاقدة إحساس الثقة بكل الناس، مبقتش تحب باباها ولا مامتها ولا عارفة تعيش حياتها بشكل طبيعي، لدرجة إن هي فكرت كتير في الانتحار. وعشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور سارة الشقنقيري استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه. منورانا يا دكتور. ميرسي. اخبارك ايه يا سارة؟ الحمد لله. ايه رايك في قصه النهارده؟ بصي قصه النهارده دي قصه كبيره كده شويه. اوكي، هو عامه انا لما باجي اتكلم على اي حاجه مش بحب ان انا اتكلم على قصه محدده بتاعت ناس محددين في البرنامج، لان انا ببقى عارفه كويس انه القصه اللي جايه لنا هي جزء من الحقيقه. اولا هي جزء من الحقيقه لانه اكيد رضوى ما حكتش كل حاجه من ساعه ما اتولدت لغايه النهارده، وتاني حاجه لان هي بتحكي وجهه نظرها هي، وعايزه تحللي كل الشخصيات اللي حواليها بالظبط، وعايزه يعني في حاجات كتير قوي، في تفاصيل كتير جدا مش واضحه في الستوري. زي ايه؟ قولي لي بقى. لا حاجات كتير يعني هنحكي بقى فيها واحده واحده يعني. اوكي، بس حابين بس نقول في الاول كده ان انا بتكلم دلوقتي على اولا الامبريشن او الانطباع اللي جالي من خلال اللي انا قريته عن في القصه بتاعت رضوى، وتاني حاجه نستخدم ده في ان احنا نتكلم على حاجات او كونسبتس واسعه بقى شويه. بليز يلا بينا نتكلم عن مفاهيم اكبر. بالظبط كده. طيب دلوقتي القصه بتاعت رضوى، اي حد هيقرا القصه دي هيحس انه رضوى ضحيه وغلبانه وباباها ومامتها جنوا عليها، وإن مامتها فجأة تحولت لإنسانة مش كويسة ورمتها. ده وجهة نظر البنت، وأنا أقدر أصدق جدا إن هي البنت شايفة كده. هي شايفة كده. هي شايفة كده. حلو. لكن هي شايفة كده ليه؟ دي حاجة بقى يعني ليها تفاصيل كتير. أولا للأسف إحنا أو في مجتمعنا يعني بنعظم قوي من كونسبتس أو من أفكار هي في أصلها كونسبت مش صحية أو ما فيهاش صحة نفسية للمجتمع وللأشخاص اللي في المجتمع. إن إحنا نأخر جواز البنت الكبيرة عشان الصغيرة أو ولا إيه؟ غير دي بقى فكرة. أولا فكرة التضحية، فكرة إن الواحد عشان يحب حد والأم عشان تبقى أم كويسة تتجوز، لازم تضحي. عامة مش بس في موضوع الجواز يعني دايما نلاقي ان القصص اللي بتتحكي عن الام العظيمه لازم تكون ام اتبهدلت وعانت وصحتها باظت وما اتجوزتش وحياتها اتطربقت وبتاع. ليه؟ عشان اصل هي بتضحي عشان خاطر ولادها. وضحي ليه؟ صحيح، هو الام يعني تضحيه للدرجه لا دي؟ انسى لا نفسي. الحقيقه بقى ان ده غلط جدا. ليه؟ لانه الانسان عشان يكون قادر على العطاء مهم ان هو يكون انسان صحيح نفسيا. مهم ان هو يكون انسان كويس. يعني الطبيعي ان كل ما كنت انا سعيد اكتر في حياتي وراضي اكتر في حياتي مرتاح. وعندي علاقات سويه وعندي حاجات بتحسسني بان انا مرتاح ومطمن ومتحقق وكده. كل ما كان ده في مصلحه اللي حواليكي على كلهم. ان انا اخد بالي من ولادي احسن طبعا. مش اوحش. لا وغير كده هتسعي تسمعي كلام يسم البدن، والله انا ضحيت بعمري كله، انا قضيت عمري كله وسط الحلال، انا ما حدش بيشوفني، انا ما بعملش حاجه غير انا قاعده بربيكم. ليه ما تتبسطي ياما؟ بالظبط انبسطي ماما. ايه دلوقتي؟ ايوه انا مالي بالظبط. وده كتير جدا بشوفه الحقيقه للابناء اللي امهاتهم عملوا كده، ان هم يجوا في سن بقى لما يكبروا كده وينضجوا وبتاع يكتشفوا انه طب انت عملتي كده ليه في نفسك وفينا؟ طب انا ذنبي ايه؟ طب يا ريتك كنت رحتي اتجوزتي من زمان، يعني انا مالي انا صح. ليه افضل شايل ذنبك بقيت حياتي؟ اوكي. بس دايما بيتقال انه لو الام اتجوزت، لو هي مطلقه او ارمله تبقى بتضحي بعيالها، تدخل عليهم راجل غريب. ايه بقى؟ طيب اول حاجه انا مال انا ما يخش راجل غريب. بالظبط. لا هو اول حاجه انه فكره ان احنا دايما لازم نختار انه ايه، يا ده يا ده، يا ولادي يا جوزي، او يا ولادي يا شغلي، او يا كذا يا كذا. عارفه زي نفس الفكره بتاعت انه اقعد ذاكر وما تلعبش رياضه ليه؟ يختار يا بنت ماما وبابا تحب مين اكتر. يعني ممكن اعمل كذا حاجه واعملهم كلهم كويس. طب ساره انا عايز اسالك على حاجه، دايما بيقولك انه ايه، غصب عنا الابن ما يستحملش جواز مامته. ما هي دي كلها افكار مجتمعيه مش صح. انت عايزه ماما تتجوز والناس تقول علينا يا ماما متجوزه، عايزه ماما تخلف، عايزه ماما تخلف وانا في الكليه كده، انت عايزه الناس تضحك علينا واكنها عملت. دي بقى المشكله. ثانك يو. واكنها عملت حاجه كبيره ليه؟ بالظبط. فبالتالي ايه اللي بيحصل بقى؟ انه كتير قوي من الناس عامه، في الاكزامبل بتاعنا المره دي الام، كتير قوي من الامهات في هذه الظروف، مثلا واحده اتطلقت، يعني في الاكزامبل بتاع رضوى ده، هي مامتها اتطلقت من وهي عيله صغيره، يعني الام نفسها كانت عيله صغيره لسه متجوزه صغيره، لسه حامل في بنتها الاولانيه، يعني دي ما لحقتش اصلا تعيش، دي اتجوزت حملت اتطلقت قعدت تربي البنت، وقعدت 19 سنه بتربي البنت. ما احنا مثلا لو قلنا ان هي اتجوزت وهي عندها 20 سنه، قولي دلوقتي بقى عندها 39، قولي وهي عندها 21، قولي دلوقتي بقى عندها 40 سنه، مش حقها ان هي تلحق تخلف تاني وتتجوز وتتبسط. بالظبط كده. فالفكره بقى انه لان احنا عندنا الكونسبتس دي موجوده في المجتمع اصلا طبعا. الاولاد كمان بيبقوا متاثرين بهذه الكونسبتس او بهذه الافكار، يعني دايما لما يحبوا يعظموا فعلا من ست زي ما انت بتقولي يا دكتور، يقول لك ايه دي قعدت حتى بعد ما جوزها توفى ما اتجوزتش من بعده. ليه؟ ما تتجوز يا اخويا من بعدي حتى لو انا مت يا حبيبي، او حتى لو احنا اتطلقنا لا قدر الله، ايه المشكله؟ فين التضحيه؟ بالظبط. فين البطوله؟ والفكره انه هي بتضحي. ما هو انا كل ما بضحي كل ما بقى انا عندي حاجات احتياجات ومشاعر وحاجات هطلعها عليكم والله. بالظبط. هبقى محتاجه ان انا اساتسفاي ده، او ان انا ايوه ابقى انا عندي اكتفاء بده او مبسوطه بده. بالظبط. همتلق منين؟ همتلق بقى بان انا ابقى متطلبه جدا من اولادي، وده بيحصل كتير. لا غير متطلبه، ده بتلاقي امهات غصب عنها يا ساره لما بنتها بتيجي تتجوز بتعمل مناحه، يعني دايما يقول لك لا لما بنتها تتجوز بتحس ان هي عامله زي العزول لو هي مش سويه نفسيا، مش بس او تلاقي مع ابنها اوعى تحط ايدك على مراتك، اوعى تاكلها انت لا. وبعدين عندنا برضو عادات وتقاليد مختلفه هنا، انه تحسي في الوطن العربي عموما تلاقي جوز بنتنا بندلعه قوي، احسن يسيب البنت وبنت تتطلق، لكن مرات ابننا يعني جوزك ست ستها بكره. ما هو كل ده بقى جاي من احساس فكره ان انا ما ارتحتش، فبالتالي ما عنديش فكره انه الناس كلها تبقى مبسوطه ومرتاحه. انا ضحيت بعمري كله عشانكم، عايز تسيبني وتتجوز؟ بالظبط. انت ازاي جت في دماغك الفكره دي؟ ما من حقي. وعلى فكره هي مش بتعمل كده عشان هي بني ادمه وحشه، هي هتبقى بتعمل كده لان هي بني ادمه، لان هي انسانه وعندها احتياجات، وفضلت عايشه طول عمرها على فكره انه انا بضحي عشان خاطر الولاد، عشان هم لما هيكبروا هيعوضوني او هفرح بيهم، او فبالتالي لما هما بيكبروا ببقى انا لا انا عايزه ابقى الجزء الاساسي في حياتهم، ابتدي اتدخل في حياتهم، ابتدي ابقى عايزه انا اللي هربي عيالهم، انا اللي مش عارفه هعيش حياتهم بدلهم. فدي اصلا منظومه كده كلها على بعضها، مش منظومه سويه. طب هي لما قالت ان جوز مامتها ده نصاب، تفتكري ان هو نصاب فعلا يا دكتور؟ ما هو بقى دي كلها question marks. انا عندي question marks كتير قوي، اسئله كتيره جدا. عارفه بالظبط. لانه القصه الحقيقه كلوجيك مش راكبه على بعضها. طب انا في حاجه برضو مش لوجيكال بالنسبه لي، غير مفهومه ومش منطقيه، لما تقول انه باباها الاب اللي ظهر فجاه ده غير منطقي تمام. هل رضوى اللي كلمته عشان تقومه على مامتها فمامتها عندت؟ بصي انا يعني برضو دي تفصيله غير منطقيه مش مفهومه، لكن وارد ان تكون البنت اللي كلمته ونقدر نتفهم مشاعر البنت. نتفهم؟ مشاعر البنت جاي يظهر دلوقتي، جاي تجيبيه دلوقتي تخليه يعلى على مامتك اللي سابك طول العمر، ما تزعيش مني حتى لو هو ابوكي. بس ايه؟ ما هو انا هقول لك بقى ايه؟ اللي بيحصل انه كل ما بنزرع في الابناء الفكره دي انه ده انا بعمل كده لحسن عشان خاطركم، لحسن مش عارفه ايه، والناس كانت تقول شفتي دي ما رضيتش تتجوز علشان ما رضيتش ترميكي. ده بسمعها لانها بطوله، لما الاقي ده في سننا حتى بيقولوها عادي جدا يا دكتور. بالظبط. اللي كان ماما ما رضيتش تتجوز، في يا ابني فين يا ابني البطوله، يا ابني ماما ما رضيتش تتجوز يا حبيبي. عشان ايه؟ عشان ما رضيتش ترميكي او ما رضيتش. وترميني ليه؟ ما انت هتتجوزي وتاخديني معاكي، اترمي ليه طيب؟ بالظبط. بس الطفله زرع جوه دماغها فكره، بالتالي يعني هي ما رضيتش تتجوز عشان ما رضيتش ترميني، اذا هي لو اتجوزت هترميني. ما هو بس انا بحس ان الام عمرها ما تقدر تعمل كده، لكن الاب ممكن الست تضحك عليه بكلمتين تخليه يبعد عن عياله. يعني الام مهما عملنا بتسامحنا. خلينا نتكلم الاب لو انا اتلويت شويه او قلت له كلمتين مش عاجبينه ممكن ما يشوفنيش. بصي هقول لك حاجه، خلينا نتكلم في الحاجات الصحيحه او المفروض، اوكي؟ عشان برضو مش عايزين نورماليز ذا ابنورمال، يعني مش عايزين نتكلم حاجه تبقى عاديه كده، صح؟ غير طبيعي على ان هو ده الطبيعي، فنبتدي نعمل رياكشنز على الغير طبيعي ده. يعني مثلا فكره انه اصل هي ما كانتش عايزه تدخل راجل غريب على بنتها، ماشي؟ ليه؟ عشان الخوف من ايه؟ ان الراجل الغريب ده يكون راجل مش محترم او مش كويس او مثلا. اوكي طيب هل ده النموذج الطبيعي؟ ما شفتيش يعني هل ده الراجل المظبوط اللي المفروض اي واحده محترمه بتحترم نفسها وبتاخد بالها من ولادها وكده هتروح تتجوزه يعني وهي عارفه انه هيعمل كده في ولادها؟ طب مع ان في راي تاني يقول لك بالعكس، اتجوزي وهم صغيرين عشان يربيهم معاكي ويكبروا قدام عينيه، فيبقى شايفهم عياله وعمره لا قدر الله ما يبص لهم بصه وحشه. انا شفت كتير جدا نماذج لاولاد اتربوا سواء مع زوج الام او مع زوجه الاب وكانوا احن من الاهل الاصليين كمان. بس احنا ليه دايما نتكلم على النماذج المشوهه على ان هو ده الطبيعي فبالتالي ما تتجوزيش؟ لا طبعا، لا احنا نختار، بس نختار مظبوط وجنب الاختيار لانه طبيعي انه ممكن. عندي حاجه كنت عماله افكر فيها يا دكتور كده غريبه قوي، ليه بتلاقي ان العيال مندمجين ومنسجمين اكتر مع الجد والجده اكتر من اهاليهم؟ يعني تحسي ان احنا قصه ثانيه عشان الجد والجده. بصي ولا هم لما بيكبروا بيعرفوا يتعاملوا مع الاطفال ينزلوا بمستوى تفكيرهم ليهم، يعني هم لما بيكبروا تحسيهم فاهمه. هقول لك هي الفكره كلها انه الاهل بيبقوا شايلين مسؤوليه ان هم يربوا، فبيبقوا هم اللي بيحطوا القوانين وصح وغلط واعمل وما تعملش وبتاع. وساعات كتير لما بيبقوا صغيرين بالذات او ما عندهمش خبره قوي او برضو محطوطين تحت البريشر بتاع انا عايزه ابقى ام شاطره او كده، بيبقوا ناشفين شويه على اولادهم. فبالتالي الجد والجده بقى ما عندهمش الريسبونسبيلتي دي خالص، هم مش مسؤولين ان هم يربوا، فهم بيستمتعوا بالطفل وبان هم يلعبوه. بس حتى بحس يا دكتور ان هو حتى التواصل تحسي ان الام ما بتبقاش قريبه لابنها زي ما الجده قريبه لابنها او بنتها. الجده بقى بتبقى قادره تحسي دماغهم مع بعض حلوه وعارفه تتكلم معاه وليها طقطان يعني الام بقى قاعده عندها وراها حاجات ومسؤوليات وبتعمل وبتسوي وبتودي تمارين وبتقعد تذاكر الدروس وبتعمل مش عارفه ايه. الجده بقى خلصت مسؤولياتها فقاعده رايقه، فقادره بقى تدلع وتبقى لذيذه بس ده يعني ده طبيعي. وبرده هو يتربى مع جده وجدته يختلف عن يتربى مع باباه ومامته على حسب الجد والجده بيعملوا ايه. يعني لو الجد والجده مش واخدين هم اللي خدوا مسؤوليه التربيه، يبقى لو هم فضلوا على النموذج اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هم بيدلع وبيلعب وخلاص، لا ممكن يبقى في مشكله. طب شفتي فيلم طير انت لما طلع شخصيه تحسي شخصيه مضحكه جدا بالنسبه لنا، يعني انا كاني قاعده مع ست عجوزه كبيره او راجل عجوز كبير وهو من سننا. ده بيحصل برضو؟ ممكن يحصل، يعني في اشكال كتير ممكن تحصل لما الاولاد يتربوا مع جد وجده او مع اي حد لو هو مش واخد باله من ايه الاولاد دول احتياجاتهم عامله ازاي. يعني ممكن اكون انا بحب جدا بس انا فكرتي عن يعني مثلا انا دلوقتي جده وعندي احفادي وبحبهم جدا، بس انا فكرتي عن الحب ايه؟ ان انا اقعد اعمل لهم اكل كتير، اكلهم مع حاجات سكريات او اقعد اطبخ لهم بقى واعمل لهم الاكل اللي هم بيحبوه. مش واخده بالي مثلا من اهميه ان انا اشترك لهم واديهم تمارين، لا طبعا انا اكلكوا اكل جميل، او انه مثلا لا ما ينفعش انا اللي اعمل له الهوم ورك اسيبه هو اللي يعمل الهوم ورك عشان يتعلم، لا انا يا حبيبي بتاع ما هيزعل هيسهر مش هينام كويس، لا خلاص نام انت يا حبيبي واعمل لك انا. يعني هو كله بيعتمد على مدى وعي الجد والجده او العم او الام والاب نفسهم، ايه هي احتياجات تربيه الاولاد، وبالتالي نبقى بنعملها بشكل مظبوط. هو في ست ممكن تعيش عادي من غير راجل؟ يعني ممكن ما اتجوزش واعيش واربي عيالي؟ يعني في بيحصل النموذج ده؟ بصي هي الفكره كلها ممكن كل حاجه عشان احنا عمالين نقول انه الاغلبيه عشان تبقى سويه نفسيا لازم يكون معاها راجل او لا مش لازم، في ستات بتبقى مكتفيه جدا بنفسها او كرهتهم، اوقات لك انا مش عايزه اتجوز تاني، انا مش عايزه اتجوز اصلا. عشان ايه؟ طب ما هو في ستات كتير ما اتجوزوش اصلا، ولا حتى عشان خاطر ولادهم، يعني ما عندهمش اولاد اصلا، مش عايزين، هم عندهم حاجات تانية وسائل تانية بيحققوا بيها احساسهم بالاكتمال واحساسهم بالتحقق. فهي القصه مش قصه بس انه في راجل او ما فيش راجل، القصه قصه انه انا اعيش حياه بالنسبه لي مكتمله. ممكن اسالك على حاجه عايزه انورماليزت بس افهم معناها، لانه سمعتها من امهات كتير، يمكن عشان ما عنديش اطفال فما اعرفش. بيقول لك انه دايما معزه الولاد اعز من باباكي ومامتك. شوفي تحبي باباكي ومامتك قد ايه؟ العيال اعز مليون مره. ده بجد؟ في حد يعرف يحب حد اكتر من باباه ومامته؟ ده حقيقي، ده بجد؟ ايوه. يعني انا كنت هقول لك هي ازاي قطعت مامتها، هي ازاي يعني ان هي تقطع مامتها، كنت اقول لك مفيش اعظم من واحد يقطع مامته، طب كده مفيش اعظم من حد يقطع بنته. ما هو بقى ما عشان كده بقول لك في حاجات كتير في الستوري. طب ثواني، مامتها قطعتها، طب ولما هي سابت خطيبها رجعت تكلم مامتها، هو مين اللي كان مقاطع مين؟ طب انت لما رجعتي كلمتي مامتك، لو مامتك هي المره دي انا اللي قطعت معاها، لا يا رضوى في حاجه ناقصه لما تيجي تقولي المره دي انا اللي قطعت معاها. هي ممكن تكون خدت فكره انه امي قررت انها تتجوز على ان ده قرار من امها انها تقطعها، مع ان ده مش حقيقي. بنربي عيال انانيه، المفاهيم اللي هي مش فكره انانيه، احنا بنربي عيال خايفه، فالخايف بيبقى اناني من المجتمع. ها بالظبط، هي خايفه يعني، وسمعتها كتير جدا بتتقال حتى الاطفال صغيرين، لا حاسب لازم ترجع مامتك وباباك لبعض، ليه؟ لحسن بعد كده لما يتطلقوا يرموك وهي تروح تتجوز وهو يروح يتجوز ويرموك انت. مين قال كده؟ يعني مين اللي بيزرع في العيال المفاهيم دي؟ المجتمع. يعني عيالي بيقعدوا مع مين؟ لو انا عندي عيالي بيقعدوا مع مين وبيقول لهم الكلام ده؟ دي كونسبت منتشره بقى في المجتمع، احنا محتاجين نقعد بقى نصلح مفاهيم كده، انه يا جماعه مفيش حاجه اسمها ده. في المدارس يا ساره بتسمعي؟ لا مش في المدارس، يعني لا قصدي في عيال المدارس الصغيرين، حد تربوي هيقول كده، بس هيبقى قاعد في قاعده فسمع خاله وعمته. انا قصدي قصدي ده الكلام اللي ممكن يبقى متداول ما بينهم في البريك، مش في حد تربوي اللي يقول لهم، بيبقوا قاعدين بيتكلموا كده في واحد يعني ممكن يبقى جاله او وصل له من اي سورس، بس هي الفكره كلها انه ده بيزرع خوف جوه الاولاد، بيخليهم لما بيتحطوا في الموقف بيبقوا بيحاولوا يحافظوا على امانهم، بيحاول احافظ على امي دي لحسن حد يجي ياخدها مني، فانا بقى في سبيل ان انا احافظ على امي لحسن حد ياخدها مني هستخدم كل الاسلحه اللي عندي. طبعا هروح بقى اطفش العريس، اكلم خالي، اطفش العريس، اكلم ابويا اللي هو اصلا مش فارق معايا وانا مش فارق معايا. باباها كان شهم جدا يا دكتور ساره، قال لها لو اتجوزته انا هاخدك عندي، وما خدهاش. اللي ما خدهاش ليه صحيح؟ مش عارفه برضه. ما هو انا بقول لك في اسئله كتير، يعني في واضح ان تفتكري هو قال كده فعلا؟ ممكن يكون. احساسك ايه؟ ما هو خلي بالك احنا في قصه حقيقيه بنحاول نشوف عشان نحاول نحل عشان نعالج. بصي ممكن يكون قال كده ليه احنا ما نعرفش. ما هو في دايما يعني انا لما بيجي لي اي كيس في العياده في اسئله بنحتاج نقعد نسال ولا ممكن يبقى غيران او فاق او عايز بنته أو عايز يقول قدام الناس بقى وقدام اهلها وقدام قرايبها ان انا راجل قوي وما اسمحش ان بنتي تتربى مع راجل تاني عشان منظره كراجل قدام، يعني ممكن حاجات كتير، فاهمه؟ لكن مش شرط او واضح انها ما كانتش مصلحه بنته، بدليل انه هو كان سأل عليها اصلا، هو بالظبط طول حياتها لا سأل عليها ولا شارك في تربيتها ولا عمل اي حاجه عشانها، وحتى بعد ما هو عمل الموقف العنتري ده ما خدهاش برضه. فهي في الاخر البنت لقيت نفسها ستيل بتتربى مع جدتها في البيت. ففي حاجات مش منطقيه، وفي حاجات واضحه، واضح ان اللي حكت القصه بتحكي من منظور عاطفي قوي، هي مش على عاطفي. انا هقول لك على حاجه، وحتى هنا في قصه حقيقيه دايما يا دكتور ساره بنعمل ايه؟ انه انا ببقى شايفه القصه وانا جواها بالظبط، لكن انت بتبقي قاعده زي ما انا مثلا ممكن اجي احكي لك اقول لك ساره حصل 1 2 3 4 تفتكري ايه؟ لو انا مش عايزه اواجه الشخص بس اقول لك تفتكري ايه؟ كان قصدهم ايه؟ تفتكري كانوا بيتكلموا عليا؟ تفتكري يعني احنا عشان كده احنا بنحاول نحلل، لانه يا حرام رضوى يا حبيبتي هي اللي جوه القصه، احنا بره بنتفرج ومتاثره بحاجات كتير اكبر منها، فهي مش عارفه تفهم ايه الحقيقي وايه. يعني لو انا طول عمري بتخوف او بتهدد او اتزرع جوه دماغي انه حاجه معينه دي بعبع، اول ما هتحصل انا هتعامل معاها على ان هي مونستر على طول، مش هفكر ان هي وحشه بيهددني بالظبط. فالراجل ده جاي يخطف مني امي ويرموني بقى ويعملوا الحاجات اللي امي ما كانتش عايزه تعملها فيا من وانا صغيره، فاذا امي اتحولت من الست المضحيه الكويسه اللي بتحبني لست وحشه انانيه بتحب نفسها وبتحب يعني الراجل ده عليا. هي كلها مفاهيم محتاجه تتراجع. بس طب انا عايزه مفهوم الكره. يعني ايه يا ساره انا بكره حد؟ انا بكرهكم، ترجميها لي كده. هي فكرة الكره غالبا غالبا بتبقى غضب مش كره، بالذات لما يبقى تجاه حد انا اصلا بحبه. يعني غالبا لما حد يقول انا بكره امي او انا بكره ابويا ده بيعبر عن انه عنده غضب تجاه هذا الشخص، وساعات الغضب بيكون غضب حقيقي وليجيتيميت يعني ليه حق فيه ومنطقي، وساعات الغضب بيكون مبني على اسس مش مظبوطه. يعني هي بتكره اخواتها، طب هي شافتهم اصلا عشان تكرههم اللي عندهم 3 4 سنين؟ ما هي بالنسبه لها في مخها اخواتها دول اللي امها سابتها عشان خاطرهم، او مدلعين اكتر مني، او اختارتهم بدلها، واخواتها دول اللي حظهم حلو عندهم اسره متكامله واب وام بياخدوا بالهم منها، فهي شايفه ان هي اللي اتسابت واخواتها دول هم اللي واخدين الحب كله. مع انه وارد، انا برضو زي ما قلت قولي كل الاحتمالات عشان هي زمانها بتتفرج علينا وبتسمع كل الاحتمالات يا ساره. انا بقول لك زي ما قلت في اول القصه، انا كل اللي انا بقوله ده امبريشن او يعني انطباعي. وارد يكون في حاجات مش بالظبط يعني اكيوريت، لكن انطباعي انا انه هي لو كانت ما عملتش الريزيستنس الفظيع ده تجاه ان امها تتجوز، ما كانتش قاومت واوحت وكلمت باباها، ممكن جدا هي تبقى جزء من هذه الاسره. برضو قصه ان اختيار بقى امها كان صح كان غلط، دي برضو حاجه ما نقدرش نتاكد، يعني ممكن يكون الراجل فعلا مش كويس. انا كنت اسالك السؤال. لا انا بقى عايزه اسال حاجه بره المنهج واخش منها على المنهج. هل لما انا باجي اتجوز ذمتي الماليه وذمته الماليه واحده؟ لا. ليه؟ ده الطبيعي في اي فلوسي جوازة. فلوسي وفلوسه فلوسنا. انا اعرف كده. انا اتقال لي كده. بصي هقول لك حاجه، لا فلوسي فلوسي وفلوسه فلوسه، لا فلوسنا لا ثانيه واحده بس. كل واحد مسؤول عن حاجات مختلفه، فهو هي فلوسه بس هو مسؤول عن انه يصرف عليا وعلى البيت وكده، وفلوسي فلوسي انا مش مسؤوله، بس انا ممكن لو انا عايزه هشارك يعني وانا مش يعني. هو مش مسؤول عن الهدايا اللي انا حددها في مناسباتي؟ لا. فلوسه من فلوسه؟ لا فلوسه. معقوله؟ ثواني، هو مسؤول لو ان هو يعني لو هدايا يبقى هو اللي هيحددها مش انا هحدد انا اللي عايزه اتهدى. ايوه هو اللي يعني بجد يعني كمان ما ينفعش اختار الهديه، ده عيب. لو هو عايز يعني لو هو اداني الاوبشن ده يبقى هو بمزاجه، ده عيد ميلادي وعيد جوازنا ومش عارف ايه، انت تختار لي. ممكن يختار لك بادجت، ممكن يختار يعني كده ماشي بادجت عشان ما عشان خلاص انت تمام. يعني كل في الاخر مين اللي تعب وجاب هذه الفلوس؟ هو بس. كل واحد ليه ذمه ماليه مختلفه، كل واحد ليه ذمه ماليه. هل لما هو بقى خد الفلوس بتاعت رضوى زي ما هي بتقول اللي مامتها كانت بتحوشها لها، ده حق من حقوقه؟ حتى لو كان هيصرفهم في البيت؟ لا هو مش حق من حقوقه طبعا. لكن زي ما بقول لك، هل هي عرفت منين طيب؟ هل هي عايشه اذا كانت هي مقاطعه مامتها، هي جت تسال مامتها فين الفلوس فاستنتجت طبعا ان هو مامتها قالت لها اصل جوزي النصاب خد الفلوس بتاعتك؟ لا طبعا، قالت لها فلوسك اتصرفت، فهي راحت عقلها ترجم لها انه اكيد الفلوس دي راحت هناك. بصي يعني وهو اصلا سمعته وحشه زي ما احنا عرفنا يعني كده. ما هي بقى القصه بتاعت سمعته الوحشه وانه نصاب وانه اخد فلوس، القصه دي كلها لو هي حقيقيه يبقى الام مسؤوله انها ضيعت فلوس بنتها، يبقى في خطا واقع على الام اكيد. لو هي مش حقيقيه يبقى ممكن جدا تكون مجرد تكهنات او مجرد لاني مش حابه الراجل وخايفه منه وحاسه انه هياخد امي فمصدقه عنه. هل النصاب بيخلف عيل في التاني؟ لا، وبعدين هو وبيبقى ستيبل، حياه ستيبل 6 سنين. هي فكره انه الحياه ستيبل بقى لها 6 سنين وان الست لسه عايشه معاه وعندها منه اولاد، وانه الست دي كانت ام كويسه جدا للبنت على مدى 19 سنه. في حاجه مش راكبه انه مره واحده تتحول وتسيبه ينصب عليها وياخد فلوس بنتها وتفضل عايشه معاه وتخلف منه 1 و2. في حاجه مش دور الجده فين؟ مش راكبه قوي دور ام الست دي فين؟ بصي it seems يعني او باين كده من القصه انه اهل الام نفسهم متاثرين جدا بالافكار اللي انا بقول لك عليها دي، انه بقى تقعد وتضحي وتربي البنت وما تتجوزش عشان ما ترميش بنتها وبتاع. ففي الاخر الام مثلا الجده دي ممكن تكون هي نفسها كانت شايفه ان بنتها غلط انها تعيش حياتها. وعلى فكره بنشوف ده كتير جدا، يعني انا ساعات كتير بشوف مثلا بنت في علاقه زوجيه في منتهى الاذى، جوزها بيأذيها اذى غير طبيعي، تحترم نفسك، تحسب مطلقه، ما كلنا عايشين وساكتين، ما تعيش بالظبط، ما تعيش ليه اعيش؟ اول واحده تقول لها خليكي واقعدي عشان خاطر عيالك، انا مالي انا بعيالي انا وانا فين؟ بالظبط كده. ومش بنشجع على كده، بس احنا بنشجع ان احنا نبقى في مجتمع سوي. بالظبط. وليه نقعد نكرر في سيناريوهات الاذى ونبقى كلنا يعني اجيال ورا اجيال من التعساء؟ ما هو احنا محتاجين ان احنا نحافظ على الاسره بس نحافظ عليها بشكل سوي، فالناحيتين يبقوا عارفين ان هم مسؤولين عن انه هذه العلاقه تستمر بشكل صحي. لكن لو الراجل متخيل انه الست الكويسه لازم تاخد على دماغها وتسكت عشان خاطر عيالها، يا اختي نعرف ان الراجل بيصرف بس والست بتربي، بتشتكي من ايه؟ من امتى احنا بنتعب؟ ما احنا بنخلف وبنقوم، ده احنا كنا زمان بنخلف ونقوم نعمل العيال اكل، بتشتكي ليه؟ ايه ده؟ لا، وحاجات اكتر من كده بكتير بقى، انه يعني يبقى بيعمل حاجات كتير جدا وبعدين طب بس احمدي ربنا اهو بيصرف عليكم، او بس احمدي ربنا ده ما بيخونكيش. ايوه بس طب بيضربك، ولازم يخون يا طنط، يعني معقوله معقوله ما ضربكيش؟ طب بس هو يعني ليه لازم تبقى في كارثه؟ ربنا يبارك له. عارفه اللي هو ميرسي ان انت ما ضربتنيش، ميرسي ان انت ما بتخونيش. وساعات بقى ساعات بيبقى بيعمل كل الحاجات وبرضه بيتقال لها بس لو انت مشيتي مش هتلاقي حد، لا ومش هتلاقي حد يصرف عليكي، لما لازم تشتغلي الاول. عمرك هتشتغلي؟ انت عمرك ما اشتغلتي ولا عرفتي شغل، يبقى كملي. وولادك هيتشردوا ومش هيلاقوا ياكلوا، يعني تخويف كتير قوي من القصه. لا النهارده انا شايفه قصه ان ام اتجوزت بس، ام اتجوزت بس، عالجيلي بقى اللي حصل ده كله. يعني رضوى دي هتحتاج قد ايه علاج؟ رضوى محتاجه علاج. يعني هي الفكره انه تصنيفها ايه في علم النفس؟ تصنيفها ان هي عندها الحاله اللي هي فيها دلوقتي دي حاله ممكن تكون ديبرشن. اوكي، دخلت في اكتئاب. هذا الديبرشن عشان تقول انتحار، صح؟ بتقول انا عايزه اموت نفسي وانا ما عنديش ثقه في اي حد وانا شايفه ان الدنيا وحشه وما بقتش في اكتئاب. بالظبط بالظبط، كنت هقول انا بقيت خلاص دكتوره هنا في قصه حقيقيه، انا ممكن اجاوب بقى مذاكره حبيبتي. ما هو الاكتئاب ده بقى غالبا بوست تروماتيك، من التروما. طبعا من اللي حصل كل ده بسببا، وبعد الاحداث دي هي بدات بقى تخش في اكتئاب. بالظبط، هي طبعا عندها صدمه كبيره جدا لان في دماغها هي اتباعت واتسابت واتصدمت في امها اللي رمتها وراحت، يعني هي في دماغها في اسباب تخلي هذا الحدث بالنسبه لها فيري تروماتايزنج، تروما كبيره جدا. طب هل هو الحدث فعلا بهذا السوء؟ لا، لكن هي شافته بهذا السوء عشان هي عندها اوريدي حاجات مفاهيم مزروعه في دماغها من زمان مش مظبوطه قوي. تكلم مامتها ولا ما تكلمهاش؟ ده اخر سؤال هختم بيه. هي محتاجه تتعالج الاول عشان نعرف بقى نكلم مامتنا، ما احنا هنكلم مامتنا واحنا شايلين منها. ما ينفعش اكلم ماما واقول لها انا محتاجه اتعالج بسبب كل اللي انا فيه ده بسببك؟ هي الحقيقه هي عندها 25 سنه، اوكي، فهي تقدر تتعالج من غير ما تكلم، يعني هي مش محتاجه ماما اللي تعالجها. فهي كل ما هي ابتدت تتعافى وتحس انها قادره تقف على رجليها وقادره تبقى انسانه صحيحه نفسيا وقادره تشوف الدنيا بشكل مختلف، كل ما ده ساعد على انها ترجع علاقتها باي حد بشكل اكتر صحيه، وتتقبل ان اللي حواليها اليوم حق انهم يعيشوا. بالظبط، وانا ليا حق ان انا اخد بالي من نفسي برضو، عشان ما تقعدش هي برضو تكرر في نفس السيناريو. صح. يعني هي محتاجه ان هي بقى تكسر هذه الحلقه من المفاهيم الخاطئه، انه لا يا رضوى انت من حقك انك تتجوزي، ومن حقك تبقي سعيده، ومن حقك تعيشي كويسه، وان انت لو بقيتي انسانه سعيده وعايشه كويس ومرتاحه وناجحه ده لا يعني انك ما بتحبيش ولادك. طب ده يعني ان انت ام صحيحه نفسيه وهتربي اولاد اصحاء. ثانك يو، نورتيني يا ساره. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا دكتور. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير قوي محتاجين نقوله. زمان وانا صغيرة اتفرجت على فيلم اسمه الليلة الموعودة، كان بطولة مين؟ الفنانة كريمة مختار، فنان فريد شوقي، والفنان أحمد زكي. الفيلم ده فريد شوقي كان طالع بدور راجل نصاب بيدور على الستات الأرامل عشان يوقعهم في شباكه ويتجوزهم، وبعدين ينصب عليهم وياخد فلوسهم، لحد ما اتجوز مين؟ كريمة مختار، من ورا ابنها أحمد زكي. لما أحمد زكي عرف حقيقة الراجل ده وحاول يحذر أمه عشان ينقذها، كان قبل فوات الأوان. ها؟ أما جه بقى ما صدقتوش، لدرجة إن هي قطعت مع ابنها، فضلت عليه الراجل النصاب بعد ما عرف يملى دماغها كويس، ينسيها حتى ولادها. وقتها كنت حاسة إنه في مبالغة من مؤلف الفيلم، إنه بيأفور زي ما بيقولوا. قلت ممكن واحد نصاب يضحك على واحدة أرملة وياخد فلوسها بكلمتين حلوين، بس مش لدرجة إن هو يخليها تقاطع ابنها اللي هو حتة منها، وتفضل عليه راجل أو واحد لسه عارفاه من قريب ده ابنها. أكيد مفيش أي أم ممكن تعمل كده، صح؟ بس بعد ما سمعت حكايتك يا رضوى اللي العهدة فيها عليكي زي ما بنقول، بما إننا ما سمعناش الطرف التاني وما عرفناش منطق ردها إيه، استغربت وقلت ده مش شغل أفلام وخلاص. على أرض الواقع اللي إحنا عايشينه ده، أو في الواقع اللي إحنا فيه ده، في أمهات ممكن تعمل كده، يضحك عليها وتتجوز واحد نصاب ومش كويس، لدرجة إنه ممكن يخليها تقطع علاقتها بابنها أو بنتها زي ما حصل معاكي. الجديد بقى المرة دي إنه خلاها تقطع كمان مع باقي أهلها، حسب ما فهمت من كلامك، صح؟ بدليل إن أنت عايشة مع جدتك اللي هي مامة مامتك. بس تعالي بقى نبص لنقطة مهمة جدا في كلامك، وقفت عندها كتير. أنت قلتي بلسانك إن أمك حنينة عليكي، مش هقول كانت، مش مخلياكي ناقصك حاجة. كل ما كان يتقدم لها حد ويطلبها للجواز وهي صغننة ولسه حلوة وشابة كانت بترفض، كانت بتقول لكل اللي حواليها البنت بدأت تكبر وتبقى عروسة، مش هينفع أدخل عليها حد، إزاي تعيش مع راجل غريب؟ شفتي الجمال؟ يعني الست دي رغم كل اللي هي عملته معاكي، في الآخر إحساس الصدمة اللي أنت حاساه دلوقتي من ناحيتها، لكن هي ضحت بأجمل سنين حياتها عشانك، لحد ما بقيتي في أولى كلية، صح؟ يعني معدنها في الأصل كويس، مفيش أم وحشة يا رضوى. ربتك، كبرتك، علمتك، وقفت جنبك. افرضي بقى يا حرام إن هي وقعت ضحية بسبب إنسان مش كويس، استغل إن هي عادي ست ومحتاجة تسمع كلمتين حلوين، عارف يلعب عليها ويخدعها لحد ما أقنعها إن هي تغير رأيها وتتجوزه. هل ساعتها كان المفروض إن إحنا نعالج الموضوع بحكمة وذكاء، ولا نعند ونحسسها إنه مش من حقها إنها تحب وتتحب، لحد ما الموضوع قلب معاها بعند، خلاها تتمسك بيه الوحش ده أكتر، اتمادت في غلطها لو كانت غلطانة. ودي الغلطة اللي أنت وقعتي فيها، أنت وأهل مامتك من وجهة نظري. وأعتقد حسب ما فهمت من كلامك برضو من القصة، إنك دخلتي والدك في الموضوع. طول الوقت كان موقفه سلبي، لا مهتم بيكي ولا بيسأل عليها ولا يفرق له. اتدخل بطريقة ما عجبتهاش، صح؟ دلوقتي راح تستنجدي بيه، ما ده اللي خلاها تعاند أكتر. بعد ما حست إنك فجأة بعتيها ورحتي تترمي في حضن الراجل اللي سابك وسابها، هي مش معتبراه إن هو يقرب لها أو ليها أي حاجة، هو باباكي، بس سابها. صدقيني يا رضوى، مامتك بعد كل اللي عملته ده هي ضحية، ضحية باباكي، ضحية الظروف، ضحية تفكيرها نفسه. اللي بيمر بظرف زي ده لازم نقف جنبه ونحتويه، مش نكرهه ونقطعه ونقطع معاه. ليه؟ مسير ربنا والزمن هيكشفوا لك كل حاجة وهيكشفوا لها كل حاجة، والباطل ما بيكملش على طول. بكره هتشوفي، فكري في كل اللي هي عملته عشانك، فكري ان في 2 اخواتك ما لهمش ذنب بقوا اخواتك، وسير الزمن هيجمعكوا تاني ببعض، وهتبقي انت المسؤوله عنهم وهتربيهم، لانه فرق السن بينكوا كبير. فكري كمان في جدتك مامة مامتك اللي اكيد سنها كبر، مش هتعيش لك العمر كله يا حبيبتي، ورغم كل حاجه صدقيني يا رضو مالكيش غير مامتك. حاولي تسامحي، مش عشانك ده عشانها، عشان ترجعوا تاني تبقوا كويسين مع بعض، وعشان انتي ترتاحي بدل ما تفضلي قاعده حاسه بالذنب وخوف ومفيش ثقه. ليه؟ كل ده بيجي من الكره والغضب، مش بيأذي اي حد غير صاحبه. سمعتي كمان معايا نصايح دكتور ساره في الفقره اللي فاتت، هستنى منك رساله جديده تطمنيني فيها عملتي ايه. هستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصه رضوى. حاسه بشويه ظلم صغيرين كده، ومش من حق كل ام انها تتجوز تحب وتتحب لو كانت مطلقه او ارمله. هي القصه دي فيها العيال انانيه ولا احنا اللي اديناهم اكتر من حجمهم؟ مش عارفه. وهستناكم في قصه جديده، بس تكون قصه حقيقيه. باي باي.